هو فعلا فعلا طلع حد شبه عادل امام. هو طبعا في حاجات غريبة. ازيكم عاملين ايه؟ خليني اخش في الموضوع بقى بسرعة. النهاردة هنراجع AI جديد بيرسم، اللي هو بيندرج تحت حاجة اسمها التكست تو فيجوال. جالنا انفيتيشن من ميد جورني، ده AI مبني على ديفيوجن موديل، ومفروض ان ميد جورني حاجة قوية مبنية على الديفيوجن موديل ده. خلينا بعدين هنتكلم في حلقة تانية مخصصة هنتكلم فيها ايه هي المودلز وايه هي الحاجات المتاحة الفري اللي نقدر نستخدمها ونجربها. بس خلينا النهاردة هنجرب ميد جورني مع بعض. في حاجات من اللي انتوا طلبتوها هنرسمها فعلا بالاي اي. انا عارف ان احنا الاسبوع اللي فات ما نزلناش حلقه، بس ده كان خارج عن ارادتنا، كنت تعبان فما قدرتش ان احنا نعمل الحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات. بس استنوا الحلقه بتاعت الاسبوع اللي جاي في وقتها في ميعادها وهتشوفوا حاجه قويه. يلا بينا نشوف اللي الاي اي رسمه. الحاجات دي انا اوريدي عملتها قبل كده، كنت حابب ان انا اوريكم البروسيس، بس ميد جورني الناس اللي شغالين على ميد جورني ليهم رأي تاني ان هم مش عايزين يظهروا البروسيس دي. نشوف بقى الحاجات اللي انتوا طلبتوها والحاجات اللي انا كنت بحاول اعمل ستريس تيست بيها على الاي اي ده. كنت بحاول ان انا اشوف الليميتيشنز بتاعته اكتر من ان انا عايز اطلع حاجة ارتستيك او حاجة شكلها حلو، كنت عايز اعرف هو شغال ازاي. فخلينا نبدأ بأول حاجة اتطلبت في الكومنتس، وهي كانت بقر في البحر الابيض. دي بقر في البحر الابيض. انا ما عملت لهاش اب سكيلينج لان الصراحه ما كانش فيه اي فاريانت من دول شكله ملفت، فانا سبتها زي ما هي كده وجبت لكم الاربعه فاريانتس عشان انا معايا ليميتد اماونت من الحاجات دي، من ان انا اقدر اجنريت صور يعني. طبعا هو حاجه شكلها مرعب جدا، واضح ان الشخص عينيه حمراء وحتى على وشه اضاءه حمراء، ده بيقول ان هو شرير. حاجة من الحاجات اللي هو الاي اي شايف شكل البني ادم الشرير عامل ازاي، فده كان تخيل الاي اي عن البني ادم الشرير شكله عامل ازاي. ان شخص قاعد بياكل في مطعم مع حيوانات، ده كانت نتيجة من النتائج اللي الاي اي طلعها. واضح ان في بني ادم وفي حاجات كده فيها فرو، ف يعني مديه ان هي حيوانات بس ملهاش تفاصيل قوي. فعلا دي حاجه من الحاجات القويه اللي طلعت من الاي اي ده. فعلا ده شكل روبوت، وكان تحت الجلد بتاعه الكترونكس وكده بتاعت روبوت. دي كانت حاجه يعني التفاصيل بتاعتها قويه، التفاصيل بتاعتها قوية، بس في حاجات كده كأنها جليتشي كده أكتر، بس التانية كانت أكتر حاجة قوية. نيجي بقى على تيست من التيست اللي كنت بعمله له، وكنت عايز أشوف هل هيقدر يصمم واجهة برنامج يوزر انترفيس يو اي. فإلى حد ما عمل ده. أنا طلبت منه إن هو يعمل شات أبليكيشن. هو فهم إن في حاجة اسمها نوتيفيكيشن بار وعملها، أو أكشن بار. فهم ان في حاجة تحت اللي هي النافيجيشن منيو او النافيجيشن بار، ويعني عمل حاجة شبهه. عمل برضو اللي اوت كده اللي هو يحسسك فعلا ده موبايل ابليكيشن، مع انه مش معروف ايه ده، بس يعني حسسك ان دي حاجة شبه ان مثلا الهوم سكرين، مع انه ما عملش شات ابليكيشن، بس دي زي كأنها الويدجز الموجودة على الهوم سكرين. فيعني قدر يفهم شوية شكل اليوزر انترفيس عامل ازاي وعمله. فدي كانت حاجة من الحاجات التست اللي انا كنت اصلا متخيل ان هو مش هيعمل حاجة. كنت متخيل ان هو يطلع الوان كده وحاجات ملاش دعوة ببعض، بس لا يعني عمل حاجة لطيفة. هو فعلا فعلا طلع حد شبه عادل امام. هو طبعا في حاجات غريبة، بس في شبه من عادل امام، وفي انفجار ورا ونار. فهو فعلا عمل شبه بوستر، عمل تقريبا بوستر، وانا اديت له الريشيو بتاعت البوستر، فهو فعلا واخد السايز كان بتاع البوستر.
وفي الغالب الطريقه اللي الاي اي ده بيشتغل بيها ان هو بيعمل سيرش على جوجل، فهو جايب عادل امام وهو سنه كبير، لان الصور الحاليه اللي هتلاقيها على جوجل لعادل امام هتكون وهو سنه كبير، فهو في الغالب بيعمل سيرش، هو ما عندوش داتا بيز خاصه بيه، هو في الغالب بيعمل سيرش. ده دي كانت اقرب حاجه وعشان كده عملت لها اب سكيلنج، يعني تحس ان هو ايه القطع الاهرامات لمكعبات ورصها عشان تكون هرم، بس ده ما كنتش اللي انا اقصده يعني، بس هو ده اللي طلعه. قلت له يعمل لي عين مرسومه من الجالاكسي من المجره كانها مجره كده، ففعلا دي حاجه من الحاجات اللي تفاصيلها مرعبه، فدي حاجه من الحاجات تعتبر اللي هو قدر يعملها بشكل قوي. يعني انا راضي عن الصوره دي مثلا 85%، ف صوره رياليستيك جدا، اللايت ريز نازله بشكل حقيقي، شكل كانه فعلا كهف تحت الميه وفي الاعشاب او العشب اللي هو بيبقى تحت الميه ده. فالصوره دي من الحاجات الرياليستيك اللي قدرنا نعملها بالاي اي ده. كان مطلع يعني انتوا شفتوا الفاريانس ما لهمش علاقه قوي بمصر، حاجات ابراج طبعا طبعا، لو مصر يعني في المستقبل هتكون عملت ابراج مختلفه اكيد، بس يعني ستيل كل الحاجات اللي طلعها لي ما كانش ليها علاقه بمصر قوي الا الا الصوره دي يعني، فحسيت ان هي ايه شبه كده وسط البلد عندنا، فهي دي اللي خليته يعمل لها اب سكيلينج. فهو هنا عمل حاجه غريبه خالص انا مش قادر افهمها، يعني هو عمل حصان في فاريانت تحس انه حصان مليان عصير برتقان حاجه كده غريبه، وهنا حصان تقريبا مالوش راس وفي قدامه كوبايه عصير، فما طلعش حاجه كويسه بصراحه، ما عملتش اب سكيل لاي واحده من دول. قلت له يتخيل لي سفينه الفضاء بتاعه امونج اس هتبقى عامله ازاي، بس انا كنت عايزها من جوه، بس هو ما عملش ده، هو جاب السفينه من بره، بس الصراحة الاوتبوت نفسه طالع شكله ارتستيك جدا والالوان حلوة جدا. دي كانت فاريانت، في فاريانت تاني برضو عمله الفاريانت ده، وفي حاجة واقفة فوق سفينة الفضاء تحس ان هي شبه الكاركتر بتاعت امونج اس. خلونا بقى نشوف صحابي عملوا ايه. خليت اتنين من صحابي عبد الرحمن عادل وكريم جاد يبعتولي الحاجات اللي هم عملوها، فما تنسوش تتابعوهم، هتلاقوا اللينكس بتاعتهم بتاعت الانستجرام تحت في الديسكريبشن، هتلاقيهم بينزلوا حاجات ليها علاقه بالاي اي ده. الصوره تحس ان فيها ايموشنز غريبه، الشخص اللي بيعيط، يعني صوره ارتستيك من نواحي كتير قوي، وبتوصل بتوصل كده ايموشن. فدي الصوره بتاعت عبد الرحمن. هو عنده مشكله في البني ادمين يعني ما بيرسمهاش كويس، بس انت هتقدر اول مجرد ما هتشوفها هتحس ده بني ادم. عبد الرحمن كان عايز يعمل تخيل اللي هنقول زي ايه يوم القيامه وكده، طبعا دي حاجه ما حدش يقدر يعملها، يعني ما حدش يقدر يعرف ايه اللي هيحصل. طبعا كان عبد الرحمن بيشوف الليميتيشنز، فده الاوتبوت اللي طلع له، ناس بتجري في جنون ونار وحاجات كده، فالصورة فعلا غريبة جدا، الصورة مرعبة. نيجي لكريم جد، فخلونا نشوف الحاجات اللي هو عملها. كان عايز يتخيل اودن بيلعب كورة مع زيوس، فده كان تصور الاي اي للمشهد اللي كريم طلبه، في كذا فاريانت من المشهد ده وكلهم فعلا شكلهم كده تحس كده جايين من فيلم والجرافيكس بتاعه قوي قوي، معرفش، بس هو مفيش تفاصيل واضحه، بس انت تحس دول فيه كده عمالقه وكانهم لابسين دروع، بس هو مفيش حاجه فعلا حقيقيه تقدر تشوف تريليت او تقول ان ده عملاق على هيئه بني ادم، لا، بس يعني مخك بيقدر يترجمها. يعني
عايز يشوف لو الروبوتس استعبدت البني ادمين هتبقى عامله ازاي. فده كان تخيل الروبوت او الـ AI عن الموضوع ده. ده شكل استعباد الروبوتس البني ادمين. انا مش عارف ده معناه ايه، الهاله الغريبه اللي حوالين البني ادم، بس هو معناه يعني هو في حاجه زي الكترونكس داخله جوه البني ادم، اللي هو كان في امبلمنتيشن. ده يفكرنا باللي ايلون ماسك عايز يعمله. ففعلا الموضوع مرعب. بس دي كانت الحاجات اللي جربناها مع ميد جورني. هتلاقوا حاجات تانية هننزلها على انستجرام، فتابعونا وبس كده. وديكو دلوقتي كده شفتوا اللي الاي اي رسمه. فعلا في حاجات مبهرة من الاي اي عملها. الموضوع فعلا ممكن كمان كام سنة يتطور ويبقى فعلا بيقدر ان هو يحل محل اشخاص. فبس فلو عجبتك الحلقة دي ومهتم تشوف حلقات زيها او مهتم بالاي اي، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واعمل شير لو المحتوى بتاعنا عجبك. وما تنساش تتابعني وتتابع كريم جاد، هتلاقي ان احنا منزلين الحاجات بتاعتنا على انستجرام. بس كده، سلام.